سوبر كوره بتتكلم عن تحسن حاله عماد متعب الصحيه. امبارح عماد متعب يعني للاسف كده امبارح قرينا خبر انتشر على السوشيال ميديا وازعجنا بشكل كبير ان هو جاله جلطه وكلام من ده. يعني الناس هولت الموضوع شويه، مفيش جلطه ولا حاجه، هو اللاعب كان بيلعب تنس تقريبا عماد متعب، فجاله هبوط حاد في الدوره الدمويه فاغمى عليه، وبعد كده راح المستشفى عمل يعني بعض التحاليل المطلوبه عشان يطمن على حالته، وحالته مستقره جدا وهيغادر ان شاء الله النهارده المستشفى، الامور تبقى جيده بالنسبه لعماد متعب احد نجوم النادي الاهلي التاريخيين بكل تاكيد. الف مليون سلامه على نجم نجوم النادي الاهلي السابق عماد متعب.